هو في الاول ليه نقول لا؟ سؤال مهم جدا حضرتك قلت طرحتيه، يعني لانه نفسيا هم اكتشفوا ان الناس اللي بتقول اللي بتوافق على كل حاجه بسهوله هي بتبقى نفسيا من جواها مش راضيه، يعني بتبقى نفسه هو مش راضي، بيبقى شخصيه مش راضيه، بيحس ان هو بيعمل حاجات كتير جدا عشان الناس والناس مش بتعمل بتعمل بنفس الطريقه او مش بتأدي له الحاجه دي بنفس الطريقه. نقول لا، عشان علاقات سامة، عشان جواز ناس بتقتل بعض زي ما حضرتك شايفة في الإعلام، الموضوع عشان بقى خطر خالص. خطر جدا، يعني نقول لا عشان ما تستمرش علاقة عاطفية بيبقى حد فيها مستنزف جدا بيدي كل حاجة والتاني ما بيديش حاجة، فنقول لا عشان الصحة النفسية، ونقول لا عشان الصحة الروحانية الإلهية، لأن ما بيقولش لا بيقع في أخطاء كتيرة كمان، ونقول لا عشان الوقت وعشان الكاريزما، لأن كمان الشخصية اللي بتقول لا لقوه شخصية مش محبوبة، يعني بيبقى شخصية اللي مش خلاص بتقول لا، اللي بتقول اللي مش نعم دايما اللي هي مش دايما محبوب، موافقة على كل حاجة. لانه ما عندوش مصداقية، لان بيقول لا لكل الناس وعايز الناس تحبه وخلاص، ومش محبوب كمان، والناس اتعودت على انه بيقول لا. دي ليه نقول لا؟ طب ليه مش بنقول لا؟ ده سؤال مهم برضه. ايوه ليه مش بنقول لا؟ اكتشفوا كذا حاجة في المصطلح دخل في العلم النفسي سنة 2004 اسمه فومو، فير فومو. اوف ابسن اوف ميسنج اوت، الخوف من ان حاجة تفوتني. بانتشر على الفيسبوك الايام اللي فاتت دي جداول كده انه انا المفروض اتجوز عند سن ال 25 واجيب عربيه عند سن ال 30، الحاجات دي هي الفومو، هي دي اللي بتخلق جوانا الفومو، ان انا لازم مع السن يكون في انجازات، وده مش حقيقي، لان المنع اللي انا ماليش دخل فيه عين العطاء، يعني لما ربنا يمنع عنك مثلا الخلفه او يمنع عنك جواز هيطلع سامه في الاخر وعلاقه الناس الحاجة اللي مش في ايدك الحاجة تعملها أو اللي مش في تغيرها. ايدي. لكن المفروض ان انا لما اربط سني بالعلم، اربط سني بحكمتي، اربط سني بالاكسبيرينس، هو الحقيقة المفروض ازعل كده ان انا ضيعت عمري من غير ده. فده رقم واحد الناس مش بتقول لا عشان كده، الناس بتقول لا عشان حاجات اجتماعية، يعني لقوا ان اغلب الناس بيشرب خمور 70% بيبقى عشان اصحابه، خايف الناس تتريق عليه، خايف يقولوا عليه فرفور. اغلب الناس اللي بتغير في طريقة لبسها البنات بيبقى برضو عشان البنات اصحابها قالوا لها كذا، عشان اجتماعيا سوشيالي هيبقى شكلها مش حلو او الناس هترفضها، فبنخاف من الرفض لان المجتمع هيقبلني، وده بيبقى دي حاجه نفسيه اتربينا عليها، ان احنا اعمل يا بابا كذا عشان احبك، فهو ما بلقاش ليه حاجه ذاتيه جواه اتربى عليها ان هو ليه ارادته وليه نفسيته وليه خصوصيته، لا لا لا، احنا الناس هتقبلنا لما نوافق بس، فده من التربيه، التربية بتاعت عمه هيحبك لو عملت كذا، ابني ده يعني شقي جدا والتاني ده مطيع جدا، والحقيقة انه لازم يكون شقي يعني لازم يكون بيتحرك ده واكتف، طبيعي. فلقوا عدة أسباب، أهمها اجتماعيا، أهمها الخوف إن الوقت يفوتني، والحقيقة لا الوقت مش هيفوتك في حاجة، لأن أنت هتتحاسب على دقة اللي خبراتك. بتعمله مش هتتحاسب على كمية اللي بتعمله، يعني ربنا مش هيجي يحاسبنا يقول ايه، يقول لنا عملته قد ايه، قد ما الاخلاص، ان الله يحبه اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، ان انا اعمله باخلاص، مش هتحاسب ابدا على مساله الكميه قد ايه، ومش هتحاسب انا اتجوزت ولا ما اتجوزتش لان دي ما كانش ليا دخل فيها، مش هتجاوب، مش هتحاسب على انا جبت عربيه ولا مش عربيه، دي حاجه مش ماليش دخل فيها. فالفومو او الفير اوف ميسنج اوت ده مصطلح لقوه سبب لمتابعه الناس على 100 ابلكيشن على الـ على الـ على الانترنت، ان انا مثلا جايب منزل مثلا الفيسبوك ومنزل تويتر مع ان انا مش بكتب حاجه، بس بخاف يفوتني حاجه، يفوتني حاجه حلوه او حاجه كده، فده من ضمن الحاجات اللي بتخلي الناس ما تقولش لا. ليه بقى الفكره المهمه بعد كده اللي هو ازاي اقول لا؟ يعني ايه مهم الحاجه؟ قوي ده. ايه الحاجه اللي تخليني اقول لا؟ وايه القدره اللي تخليني اقول لا؟ فلقوا لو لان احنا مرتبطين برضو بقصه شخصيه سيدنا يوسف، فهم لقوا انه التربية الصحيحة اللي بتخلياني عندي ثقة في نفسي والانر بيس وان انا ليا شخصيتي، ودي اللي عملها سيدنا يعقوب في سيدنا يوسف، فقدر يقول سيدنا يوسف لامرأة العزيز مثلا معاذ الله، قدر يقول كده بمنتهى القوة، مع ان سيدنا يوسف الآية اللي قبلها بتقول ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، بلغ أشده دايما في القرآن معناه 40 سنة، فتخيلي واحد 40 سنة دخلش في علاقات عاطفية، واحد 40 سنة متجوز، ومع ذلك مع أول عرض وفي وعرض موقف ضعيف كمان في الوقت ده. تمام وعرض مغري، وتصوري أنا إن القرآن مش بيتكلم على المرأة العزيز، هو بيتكلم على الدنيا متزينة في شكل امرأة، يعني لأن الموضوع مش بس امرأة العزيز، هي الفكرة الدنيا في شكل امرأة غلقت عليه الأبواب بتجري وراه واستبق الباب، هو في قمة الضعف الإنساني لأنه عبد، لأنه عنده 40 سنة ولسه متجوز، لكن ربنا قال السلاح اللي يخليك تقول لأ،
ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما. الحكم عن الحكمة والعلم، دول السلاحين، هم دول السلاحين. وبعدين قال وراودته التي هو في بيته. فمسألة ان انا اقدر اقول لأ، العلم النفسي اللي هو بيسموه علم النفس الايجابي، ان انا اتعلم ان انا ليا خصوصية، ان انا ليا وقتي، اتعلم ان في حاجة لطيفة جدا الناس كلها بتحبها، الكاريزما. الكاريزما بتيجي من اللي يقول لأ. سيدنا يوسف لما عرفوا انه قال لأ، راحوا البنات كلهم راودوه عن نفسه،